السلام عليكم ورحمه الله. تتبع قناه سول تي في. حنا كنتوازوا الان بضواحي مدينه الدار البيضاء وبالضبط بعين حروده. اليوم معنا استضفنا في التراك ديالنا واحد الحارس ليلي، حارس ليلي اللي كيحرس واحد مجموعه ديال السيارات بهاد الليل والبرد والشتاء. هذا الحارس ليلي اللي كان الاب ديالو قبل منه 17 سنه هو حارس ليلي هنا، ما كان عنده لا تغطيه صحيه لا حتى شي حاجه. الاب ديالو مرض، ضرت العين ديالو مابقاش كيشوف بها، وكبر في هذا عمر جلس ولا الولد ديالو هو اللي مقابلنا. الولد ديالو خلى الدراسه ديالو شي وجا خرج باش يقابل باش بلاصه با باش يحاول باش يعيش، لانه هو عند الاب ديالو ولا خدام عليهم. دابا اليوم كيف كتشوفوا في هذا الجو ديال الشتاء والبرد، غادي يحكي لنا هو الظروف ديالو كيفاش كيفاش كيعيش وكيفاش هنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ممكن الراديو حط الصوت بس. قول يا خويا. السلام عليكم. السلام عليكم. انت كيفاش وليتي اساس هنا هكا؟ انا خويا كنمارس هذه المهنه تقريبا شي 6 سنه دابا، والوالد ديالي العينين ديالو مشاو ليه في هاد العسه، ومسكين بحال نقول بحال ما طاع على والو، لا حقوق ديالو لا قوانين ديالو لا والو. مشات ليه العوينات، ضربو من الطونسيون وتكرفيز ديال البرد في الشتا، والاهانات من الناس اللي ما اللي خارج من القانون، واللي طوال وكان قاسي بزاف والله. قاسي بزاف في هاد العسه، ولا قوانين لا حقوق لا والو. وكنشكر السلطه على الالتفاته ديالها بالدور ديالها بالليل، الدور عندنا وكتشوف الاحوال ديالها. الدرك الملكي تما كيجيو هنا، الدرك الملكي خدام الخدمه ديالهم. وكنشكر السلطه المحليه، وكنشكر الناس المسؤولين على هذا الاطار الاجتماعي باش يشوفوا من حالنا ويقولوا لنا حقوق تاعنا، حقوق تاعنا بحالنا بحال الناس. يا خويا انت باش مكاري، قلت لك شتصور؟ ما تصور والو. مشيتي لعينك بابا، طرات لك شي حاجه، تخونت لك شي حاجه، تمشي للحبس. بغينا نمشي قانون اللي غيحمي هاد الناس اللي كيعسوا بالليل، اللي كيعسوا على ديال الناس. بغينا شي قوانين اللي غادي تحمينا، ما نكونوش حنا عرض لهذوك الناس اللي دازوا قبل منا بحال كالاب ديالي 17 سنه في هاد العسه، وما صور الحق لا باطل. شكون اللي غادي يخلصوا؟ بغينا نعرف شكون اللي خلص هذا السيد اللي 17 سنه لا تقاعد لا تغطيه صحيه، حتى شي حقوق ما كاين من هاد الحقوق. واش حنا الا كنا مواطنين مغاربه، عاش الملك هو اللي حامينا، حامي الناس الفقراء. وكنطلبوا من هاد المسؤولين يشوفوا فينا شي نظره، شوفوا شي نظره، شوفوا من حالنا. حنا راه فقراء وضعفاء. عندك شي تغطية صحية؟ عندك شي لاميتيال؟ عندك شي؟ ما عندناش اخويا والو، ما استفدنا من حتى شي حاجة، لا رميد لا حتى حاجة، لا والو اخويا. استفدنا من واحد البركة اللي جات قليلة، واحد الدعم ديال سيدنا الله ينصرو، واحد الخنيشات، واحد صافي هادشي اللي كاين. هو ديك الألف درهم هادشي هو اللي كاين اخويا. وهاد الناس كاين اللي كيخلصنا، كنا ما كيخلصناش، وكنقاسيو اخويا وما كيشوفو فينا حتى شي واحد. وكنطلب الله عز وجل هو يعطف هاد قلوب هاد المؤمنين باش يلتفتوا فينا. والسلام عليكم ورحمه الله. حنا مازال معاك، مازال معاك. حنا شفت قبيله كدير واحد الجوله ليه، كنت كدور على الطوموبيلات، علاش كنت كدور عليهم؟ كندير الخدمه ديالي. اييه اشنو دابا الطوموبيلات كدور شي جاجه محلوله، شي واحد مشى شي باب؟ لا كون شي باب محلول، شي جاجه محلوله، من ضروري خصك تكونترولي الخدمه ديالك، ماشي يجيب لك شي واحد شي طوموبيله مضروبه بنهار وكشي لك هنا. تمام. خصك ضروري تكونترولي الخدمه ديالك باش ما يتسجلش عليك البيلانتي.
كاينين الناس زوينين اللي كيتعاونوا معنا، كاين الناس شرفاء في هاد المهنة، وكاين اكثريه الناس خايبين ما كيعطيوش العساس حق ديالو. شوف شحال من هنا هادو د الحوانت كاملين، كاين خمسه د الحوانت، كاين تقريبا شي 80 حانوت هنا كيخلصوني خمسه د الحوانت، 50 شي 80 حانوت كاين اللي سادو وما كيتشي عندوك تقول لي خلصني كيقول لك واش ثلاثه على الساعه ليا واش غدير مع هاد الناس؟ ولو وقعت الحانوت شي حاجه كيجي عندك انت نهار كتوقع شي حاجه كيقول لك وفين هو العساس؟ راه زيد العساس زيد راه حشومه بغينا شي قانون يحمينا. وكنشكروا السلطات اللي خدام الدور ديالها اللي كتجي عندنا في اي وقت من الليل كنعيطوا لهم كيجيو. كاين شي مشكل كيقدوا معنا الصراحه ماشي بدوني تملق بدوني مجامل. السلطه خدامه الدور ديالها ولكن الناس المسؤولين اللي على الاطار ديال حنا طالب معاش وحنا خدامنا داكشي ديال السبعينات غيروا هاد السياسه ديال والو ديروا معنا شي حل. راه شي راه ماشي حل مور اجي قول لي واحد القضيه باش كتقاوم البرد هاد البرد وهاد الشتاء بالمجمر أيه؟ راه هو والبيصاره زدت على غفله البيصاره خويا والله العظيم بالله تعال شوفها راه ما كناكلو الحمله والو البيصاره هي كتعب على كيلو ديال الفاخر شتي زيد المرار لي نجد المرار والحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد من الحلال ها هما لك الحمد الحلال كنطلب الله عز وجل والله مالك الحمد بيض الرحمن نزلت علينا اللهم لك الحمد فاجا الكلوب فاجا بزاف الحوايج. عندك شي وليدات على ما خدام انا خدام انا خدام على 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 عندي جوج وليدات عندي وليد كيقرا السابع عندي بنتي ان شاء الله كتقرا في البكالوريا الله يوفقها وعندي المدام ديالي وعندي الاب ديالي كنعطي واحد البركه هادشي كامل كنسد 60 فرنك 12000 ريال كنعطي البو 4000 ريال وكتشيط ليا 8000 8000 اش غدير بها؟ تشري بها السكر الزيت تجيب بها الحمام اش غدير بها؟ تشري بها قنبة محشوم بحال هاد الثمن 1000 ريال نهار انا كنكمي باكية وانصفو ما بلي بالكارو كنكمي باكية وانصفو 700 ريال خصني نوفر للدراري 300 ريال لا يمكن اللهم لك الحمد الحمد لله عايشين وراضيين قدرة الله. نتمنوا من المسؤولين يسمعوا الهضره ديالك وتحاولوا تعاونوا معكم جميع الحراس الليليين. بصراحه انا واحد السيد تكلم معايا قبيله في الهاتف راه كتعرضوا لواحد جميع الضغوطات وكتعرضوا للسرقه واحد كلمه واحد المجرمين لان واحد السيد اتصل بيا قبيله عمس قال لي بان واحد قطعوا ليه يدو جاو بغا يسرقوا سي طوموبيل ملي قاومهم قطعوا ليه يدو ودابا المشكل راه طارح الفراش حتى واحد ما عقل عليه. لا بصح كنتمناو الناس المسؤولين باش يتعاونوا معكم على الاقل يسيب لكم واحد البطاقه تقدر الرميد تقدر الانسان يستافد واحد شويه غير الصحه ديالو غير المرض بعدا لقى فين يداوى لقى فين يداوى الوليدات ديالو يداوى كل شيء. سي هشام كنشكرك بزاف وكنتمنى لك عندك لما عدم الاناره عندك عدم الاناره الضوء ما كاينش الضوء هو اللي كيسبب لك المشكل هنا المسجد المسجد ما عندوش بولاس شوف هضرنا مع المسؤولين قلنا لهم جوج شعلوا لنا بولاس شوف وشوف الطريق شوف شي لابس بنادم الهيد كريسه شوف الضوء شوف فين جايه الطوموبيله وشوف راه كاينين البولات تما وما شاعلين ما والو وكاين هنا بولات هنا محروقين وهنا بولات محروقين شو الحالة كي داير يعني خرج لك شي واحد خرج لك عصابة انا يقتلوك تماما كيف كتشوفوا متابعي قناة سوب تي في لان هاد البلاصة اللي حداها كلها ظلام مظلمة والزبل شوف حاشاك كيف كتشوفوا هنا الحيوانات الدابات والحيوانات هنا هكا هنا كنتمناو من المسؤولين ياخذوا هادشي بعين الاعتبار الدولة غادي تساعدك ما كاينش
باش تبع قناة سوف تي في. كنشكركم وكنشكروا الحارس الليلي، هذا المجهود الكبير اللي كيقوم به هنا هذا الولد هذا باش يحاول يوصل واحد اللقمه ديال العيش حلال للعائله ديالو، الاب ديالو، الوليدات ديالو اللي كيقراو مازال كيتسناوه. شكرا متابعي قناة سوف تي في، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله. شكرا لكم، الى اللقاء.